السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين والتطبيق من أول يوليو المقبل. هنعرف تفاصيل الخبر، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. وزارة المالية تزف بشرى سارة للمواطنين والتطبيق من أول يوليو. أكد مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أنه تم رفع الحد الإعفاء الضريبي من 24,000 جنيه ل 36,000 جنيه، موضحا أن التطبيق هيتم من بداية يوليو المقبل. وقال مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أن الوعاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية هيكون معفى أيضا، وأشار أنه في حال كان المواطن يتقاضى حتى 2300 جنيه فأنه لن يدفع ضرائب. وبالنسبة لوثائق التأمين على الصحة، أشار أن قانون تنمية موارد الدولة ليه مزايا عديدة، منها رفع حد الإعفاء إلى وثائق التأمين على الصحة، ووضع 5% حافز للمواطن إذا كان المواطن يقدم فواتير إلكترونية، إضافة إلى حوافز أخرى مثل شهادات الاستثمار وغيرها. بالنسبة لفرض رسوم على السلع الغير ضرورية، لفت النظر إلى أن قانون تنمية الموارد بما منحه من إعفاءات يكلف الدولة 11 مليار دولار، وتم تمويله من خلال فرض بعض الرسوم على بعض السلع الغير ضرورية مثل الأسماك والسلمون والجبن الأزرق والأنشوجة، وهي سلع لا تمس حياة المواطن العادي بأي شكل من الأشكال. بالنسبة لفرض ضرائب على البن، وقال كمان بخصوص البن، قال ان تم فرض ضرائب 10% على البن المحمص لا تمس المواطن ولن تؤثر على اسعار البن الذي تشربه الناس في البيوت او المقاهي. ووضح ان وزارة التموين لديها اليات تتحكم فيها في ضبط الاسعار لضمان عدم زيادة السلع المشابهة بحجة الرسوم. دي كانت احدث القوانين الخاصة بوزارة المالية اللي هتتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل، سواء إعفاء ضريبي أو فرض الضرائب على بعض السلع اللي لا تتصل مباشرة بالمواطن العادي. لو في أي أخبار جديدة هنزلها لكم بإذن الله في القناة هنا، فما تنسوش شجعونا باللايك والشير والاشتراك عشان نوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ومع السلامة.